السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم بالدرس رقم 3. بعد ما نزلنا البيب بيب جيت بيب دوت باي، يبقى فقط انه احنا شو ننزل؟ ننزل ال virtual environment. بالنسبة لل virtual environment cmd اوكي اجي خلنا نشوف بيب هنا يشتغل. اوكي يشتغل. اذا بيب انستول pip install virtual env. اوكي اصلا هو منصب، اذا مو منصب يمك راح يتنصب. زين بعد ما نصبت الفيرتشوال اوكي يمكن نقدر هسه حاليا انه نشتغل بعد. زين الشيء اللي راح نستخدمه هنا اللي هو الباور شيل، باور شيل ويندوز. فقط اكتب باور شيل راح يطلع لك الباور شيل مال ويندوز اللي هي بهذه النافذة. تقريبا هي باور شيل شكل، يعني خلينا نقول بعض الاوامر اللي تستخدمها هي نفسها مال اليونكس ومال لينكس ومال الماك، فيمكن طوروها على اساس انه تكون مشابهة للتيرمينال. على العموم انت تجي شو تسوي اول مرة؟ تجي تروح للسي سي دي سي تعمل له سلاش، اتصور السلاش هالشكل. اوكي بعد ما تروح للسي تجي تسوي لك ميك ام كي دي اي ار ميك دايركشن دايركتوري، عفوا دايركتوري هذا راح نسميها بروجكت. حلو راح نسميها بروجكت، نضغط انتر. اوكي سوالنا دايركتوري اسمه بروجكت. اوكي نسوي له ليس سي دي سي دي سي سلاش بروجكت انتر. هسه حاليا اني بالبروجكت. بعد ما دخلت البروجكت اجي اسوي له ليس اوكي اجي اسوي له ميك دايركت ام كي دي اي ار ميك دايركتوري، وهذا الميك دايركتوري راح اكتب بيها ماي او اكتب عليها فيرست بروجكت اوكي او تيست بروجكت ما تفرق. اوكي بعد ما سواها تلاحظ انه هسه حاليا انت عندك شنو؟ فيرست بروجكت. بعد ما سويت فيرست بروجكت ليس الفيرست بروجكت اوكي نعمل سي دي المن لل first pro projects. اوكي هسه حاليا احنا دخلنا بس ال first project. من اقول له ls الاحظ انه first project فارغ. اوكي بال first project انا شو راح اسوي؟ بال first project اجي virtual env واجي اسوي لي virtual جديد، مثلا اسميها v env first first project. اوكي انتر، انتظر شويه لحد ما هو يكمل الشغل مالته. زين هسا اجي اشيك الانفايرومنت مالتي اشوفه شغال ولا لا. اجي شو اسوي له؟ سي كابيتال نقطتين سلاش بروجكت اوكي سلاش فيرست بروجكت اوكي سلاش شو سمينا احنا؟ سمينا v virtual env ناقص يمكن vnv ناقص first project first project. بعد ذلك اجي اسوي له slash scripts الاس بالكابيتال scripts slash activate enter. اوكي activated طلع هيك شيء مثل ترميش على الشاشه.
نجي نكتب pip freeze. اوكي هسه انا عندي دي جانجو منصب وعندي الماي اس كيو ال بايثون بالبوستجري وايضا فيرتشوال انفايرمنت وايضا الويل. لكن للناس اللي ما منصبين الدي جانجو شو راح تستخدم؟ تقول له pip install دي جانجو. طبعا تقدر تكتب يساوي النسخة اللي انت تريدها او تتركها فقط دي جانجو وتضغط عليه انتر، هو راح يبدي ينصب الدي جانجو، ياخذ فترة شوية وراها يكمل. هسه انا اصلا منصب عندي الدي جانجو ما يحتاج ينصبه من جديد. بعد ذلك ايضا تقول له pip freeze حتى تتأكد انه انت نزل عندك الدي جانجو. مفروض من تقول له pip freeze الدي جانجو يكون موجود. هذا اخر اصدار 1.8.3. زين نجي هسه شو نسوي؟ نجي نقول له دي جانجو ناقصا admin dot py start. هذا الكوماند اللي هو عايد لدي جانجو admin. اوكي تقول له start a project، تصنع لك a project جديد اسمه first project. First project enter docky.py. اها عفوا عندي غلط في الدي جانجو غير تحتشون. اوكي يس سو هسه البروجكت مالتي كرييتد. بعد ما صار البروجكت مالتي كرييتد لس الاحظ انه انا عندي شنو؟ عندي الفيرست بروجكت وعندي الانفايرمنت. لو جيت عملت سي دي للفيرست بروجكت وبعد ذلك عملت خلي امسح سيلس، بعد ذلك عملت less، الاحظ انه انا عندي ملفين اللي هو الفيرست الفولدر فيرست بروجكت مع الملف المانج دوت باي. ملف المانج دوت باي هو المهم. ليش؟ لان احنا راح نجي نسوي شنو؟ run للسيرفر مالتنا. خلينا نجرب نقول له python manage dot py run server. انا استخدمت الباور شيل كون انه مشابه جدا للتيرمينال، حتى جماعة اللينكس هم نفس الحال يقدرون يستخدمونه. نضغط انتر ننتظره. يلا 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 يا واخيرا لاحظ هنا انت عندك تقدر تدخل للسيرفر مالتك عن طريق الرابط هذا http اللوكو ويا البورت 8000. لو اجيت هنا يلا 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 اوكي 127.0.0.1 1 2 3 نقول له انتر. اوبا اتس وورك. congratulations on your first Django powered page. اشتغل عندنا Django بنجاح ساحق فاحق. ما اعرف اي شيء تختارون وياه اختاروه، المهم Django اشتغل عندنا. فلهنا احنا راح نوقف الدرس ونلتقي وياكم في درس اخر ان شاء الله. مع السلامه.